حزب الله اللبناني بات يفكر جديا بالانسحاب تدريجيا من سوريا بحسب مصادر سياسية لبنانية مقربة من الحزب. محللون اعتبروا هذا التفكير أتى هربا من الخسائر وللخروج من مأزق القلمون، حيث إن الخسائر المؤلمة لميليشيات الحزب تتكرر بشكل يومي، فيما يرى البعض أن كلمة سر الحزب موجودة في التحركات الإيرانية الأخيرة، ومن تخلى عن المالك البارحة قد يتخلى عن الأسد غدا. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم من هنا سوريا، وفي المحور الثاني تشكيل القيادة العسكرية الموحدة في الغوطة الشرقية، هل سيغير موازين القوى على الأرض؟ أهلا بكم. اتهمت لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، اتهمت النظام بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، كما اتهمت تنظيم الدولة بارتكاب جرائم حرب. وقالت لجنة التحقيق المكلفة منذ آب أغسطس 2011 بكشف الجرائم في سوريا، قالت إن الإعدامات في الأماكن العامة أصبحت مشهدا عاديا كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في محافظة حلب، مضيفة في تقرير صدر أن هذه الإعدامات ترمي إلى زرع الرعب في صفوف السكان والتحقق من إخضاعهم لسلطتها. ووفقا للتقرير يشجع الجهاديون ويرغمون أحيانا السكان على حضور الإعدامات، وغالبية الضحايا من الرجال، لكن تم أيضا إعدام فتيان تتراوح أعمارهم بين 15 و17، إضافة إلى إعدامات طالت النساء. أفاد مراسل أورينت نيوز بأن أهالي محرة بريف حما بدأوا بالنزوح من المدينة بعد أن كان النظام قد منعهم من ذلك في اليوم الأول من بدء المعارك لاستعمالهم كدروع بشرية. وتبلغ نسبة النزوح من أهالي المدينة منذ بدء المعارك حوالي 80%، أغلبهم نزح إلى مناطق الساحل السوري ومصياف وصافيتا والقدموس، حيث استمر النزوح لمدة يومين. بعد الخسائر المتلاحقة التي لحقت بقوات النظام ومقتل أكثر من 1000 جندي وضابط على أيدي مسلحي تنظيم الدولة في الرقة، ارتفعت وتيرة الانتقادات والنقد العلني لأداء عناصر النظام في أوساط الموالين، وخرجت حملة تطالب بمحاسبة وزير الدفاع، ما جعل النظام يرد بتقديم وعود بأن وزير الدفاع الذي وصفه أهالي القتلى بمشنقة الموت سيرحل. فقرر القائمون على الحملة إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة بعد وعد قيادتهم بالاستجابة لمطالبهم. أعلن 11 سوري وعراقي من اللاجئين في النمسا الإضراب عن الطعام احتجاجا على التعامل القاسي تجاههم من قبل قوات الأمن النمساوية. وقال أحد اللاجئين لوسائل إعلامية إن السلطات النمساوية ترفض البت في طلبات اللجوء التي قدموها أو حتى الرد على الاستفسارات في هذا الشأن، كما ترفض رفضا باتا مساعدتهم في استقدام ذويهم من سوريا والعراق. نشر تنظيم الدولة عبر حساباته على مواقعه التواصل الاجتماعي صورا للأسرى والغنائم التي حصل عليها بعد السيطرة على مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة، وتظهر الصور عدد من عناصر النظام بينهم ضباط، كما تظهر طائرات وأليات عسكرية وأسلحة وذخائر. وكان إعلام النظام تحدث بعد سقوط المطار عن قيام قوات النظام بما اسمها عملية إعادة تجميع ناجحة، وذلك بعد انسحابه من المطار، ولم يتطرق إعلام الأسد إلى العدد الكبير من الأسرى والقتلى الذين سقطوا. من جهة أخرى قالت شبكات إخبارية مؤيدة إن عدد قتلى وأسرى الجيش النظامي في الطبقة تجاوز 350، ورغم كل ذلك لا تزال وكالة أنباء النظام تتحدث عن عملية نوعية ناجحة حافظت فيها القيادة على أرواح الجنود في مطار الطبقة. أكدت مصادر سياسية لبنانية أن حزب الله اللبناني بات على مقربة من التفكير في الانسحاب من سوريا تدريجيا، وأن الحزب ناقش قيادات إيرانية بهذا الأمر، ولكن ما مدى واقعية هذا الطرح؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش. بعد تكبده خسائر فادحة في سوريا ودخول تنظيم الدولة إلى لبنان كرد فعل على مشاركة حزب الله في سفك الدم السوري، أكدت مصادر سياسية لبنانية أن حزب الله اللبناني بات على مقربة من التفكير في الانسحاب من سوريا تدريجيا، وأن الحزب ناقش قيادات إيرانية بهذا الأمر.
محللون اعتبروا هذا التفكير هربا من الخسائر والهروب مما يحدث في القلمون، حيث إن الخسائر المؤلمة لميليشيات الحزب تتكرر بشكل يومي، فيما يرى مراقبون آخرون أن الأمر يتعلق برمي الحزب ثقله في العراق الذي يعد أكثر حاجة من سوريا لوجوده على الأرض. مصادر مطلعة أكدت أن حزب الله سحب قوات من وحدات الجليل والنصر والرضوان المنتشرة في عدة أماكن في سوريا لنشرها في مناطق متقدمة في البقاع الغربي، وعن قيام حزب الله بتسليح مجموعات درزية ومن أحزاب الثامن من آذار المنضوية تحت ما يسمى بسرايا المقاومة. من جهة ثانية، كشفت مصادر من منطقة البقاع لصحيفة الوطن أن حزب الله يجري مفاوضات مع جبهة النصرة وأن الأمر لم يعد سريا، ومحور هذه المفاوضات في ظاهرها ترتيب الوضع في القلمون، بينما في باطنها محاولة من الحزب لتعطيل دور الوساطة التي تقوم بها هيئة علماء المسلمين والتي جمدت وساطتها في ملف العسكريين المخطوفين أثناء معركة عرسال. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي مصطفى علوش عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل من بيروت عبر الأقمار الصناعية، ومجيد عصفور صحفي من عمان عبر الأقمار الصناعية، وحسن هاشميان محلل سياسي مختص بالشأن الإيراني من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك أستاذ مصطفى علوش وحضرتك عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، إلى أي درجة هناك صدقية في المصادر التي تتحدث عن اقتراب حزب الله ومناقشته لانسحابه من سوريا تدريجيا؟ نعم أستاذ حسن هاشميان، يعني على الرغم من أنه في ضغوط الآن يتعرض لها حزب الله سواء من أهالي القتلى الذين يتم قتلهم في سوريا أو حتى من المخطوفين من اللبنانيين، ولكن يرى ضيفي الأستاذ علوش بأنه أي قرار من هذا النوع يجب أن يصدر من طهران. هل يمكن هنا لحزب الله أن يتصرف ولو بشكل بسيط بمعزل عن طهران؟ أنا لا أعتقد ذلك. كما تفضل الأستاذ علوش، هو صحيح أن مصدر الأمر يأتي من طهران ومن الولي الفقيه، ولكن لا ننسى أن حزب الله هي التي تؤثر بشكل كامل على سياسة النظام الإيراني في سوريا. ومن هذا المنطلق أعتقد أن إذا حصل تغيير في تكتيكات وسياسات حزب الله، هناك سنرى تغييرات أساسية في طهران ومكانات أخرى. ولكن أنا أعتقد أن التيار المتشدد في داخل إيران يعارض هذا التوجه، ورأينا اليوم وكالة تنسيم هي المتعلقة إلى الحرس الثوري كذبت هذا الموضوع، ولكن لم نرى أن التلفزيون الإيراني أو الوكالات الأخرى تتحدث عن هذا الموضوع. وأيضا هناك مؤشر يقول بأن المتشددين يتحركوا ضد هذا الاتجاه. هناك تصريحات جاءت من قبل علي لاريجاني رئيس المجلس الشورى في إيران
وهو طالب من الولايات المتحدة أن تتحدث مباشرة مع إيران حول سوريا، وقال بدخولكم إلى سوريا غير مجدي وضربات جوية غير ستكون غير مجدي. هناك مؤشر آخر رأيناه اليوم وهي تصريحات علي خامنئي الولي الفقيه تجاه الحكومة الإيرانية المتعلقة بحسن روحاني. علي خامنئي وضع اليوم خطوط حمر أمام حسن روحاني، وأنا أعتقد أن من أهم هذه الخطوط الحمر هي تتعلق بالسياسة الإيرانية تجاه سوريا، وخاصة تتعلق بزيارة أمير عبد الله يان إلى السعودية. أعتقد أن التيار المتشدد في داخل إيران يتمسك ببشار الأسد إلى آخر اللحظة، ولكن الواقع السوري والتغييرات الموجودة على أرض الواقع ستفرض واقعا جديدا، وربما هذا سينتهي إلى خروج حزب الله من سوريا، لأن حزب الله يعرف جيدا في حال دخول الولايات المتحدة إلى سوريا وخاصة في وجود قوات جوية داخل الأجواء السورية، النظام السوري لا يستطيع يتحرك جويا، وهذا معناه لم يكن هناك خطاء إلى حزب الله وهناك تغييرات أساسية في الجبهة. نعم أستاذ مجيد عصفور، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية بعد المؤتمر اللي تم عقده هناك، برأيك هل في نوع من الرسائل المعينة تريد إيران إيصالها بأنه جميع الأوراق بيدها الآن من خلال التلويح والحديث عن مصادر تتحدث عن انسحاب حزب الله وإلى آخره؟ يا سيدتي، المشهد يشي وينذر بتغير شيء ما في قادم الأيام بعد زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني التي أعقبت مؤتمر في جدة. هذا المؤتمر ناقش في الحل السياسي في سوريا ضمن شروط أيضا لحل انتقالي يفضي إلى تنازل الرئيس بشار الأسد عن جزء كبير من صلاحياته مرحليا، ومن ثم لابد من الجلوس مع المعارضة للوصول إلى حل توافقي، بمعنى أن دماء الذين استشهدوا 190,000 أو 200,000 لن تذهب هدرا ولن تكون كأن شيئا لم يكن. لكن كما تفضل المتحدث الذي سبقني، المشهد أيضا دخلت الآن عليه قضية دخول الطائرات الأمريكية، طائرات الاستطلاع، تمهيدا لطائرات مقاتلة ستقصف مواقع الدولة. كذلك الأمر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى العراق، وزير خارجية إيران أقصد إلى العراق، ومن ثم إلى إقليم كردستان. كل هذه التحركات السياسية تشير إلى وانسحاب أو انحسار نفوذ قاسم سليماني في الجهاز الإيراني الذي يمسك بملف الموضوع السوري. كل هذه المتغيرات لابد أن تفضي إلى شيء جديد ربما تكشف عنه الأيام القادمة. الآن في هذه الأيام، أي قبل أن يتضح الموقف، لا يوجد أي مبرر لبقاء حزب الله، قوات حزب الله في سوريا، لأنها بالفعل لن تستطيع أن تصمد أمام الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف بالأساس داعش، لكنها لن تستثني أيضا أحدا من القوى الأخرى على الأرض السورية. فمن هنا آثر حزب الله أن ينسحب بقواته، أولا هذا الانسحاب طلبا للسلامة، ثانيا طلبا للنفوذ في لبنان عشية، أو ليس عشية طبعا، في مقدمة لانتخاب رئيس جمهورية أيضا بعد الاشتباكات في عرسال وخطف الجنود. المشهد تعقد أكثر، ودخول التنسيق الأمريكي السوري عبر وسيط بداية، والتمهيد الذي مهد إليه وليد المعلم، كل هذا مقدمة لشيء ما قادم. ربما بعد أسبوع أو 10 أيام تبدأ الأمور بالاتضاح شيئا فشيئا حول المشهد السوري، إن كان على صعيد مقاومة الإرهاب وإن كان على صعيد تحريك العملية السلمية فيما يتصل بضرورة جلوس واعتراف نظام بشار الأسد مع المقاومة ومع المعارضة لرسم مستقبل جديد والخروج من هذه الحرب الدموية. أستاذ مصطفى علوش، يتم الحديث الآن في سوريا عن عمليات تجنيس
تجري لعناصر حزب الله المقاتلة في سوريا أو حتى من اللواء أبو الفضل العباس وحتى من الحرس الثوري الإيراني. إذا كان الحديث عن انسحاب، يعني هل من الممكن أن يتحول الوجود إلى وجود شرعي من خلال إعطاء الجنسيات أم أنه أمر مستبعد؟ نعم. طيب أستاذ هاشميان، يعني هل يمكننا القول هنا بأنه بداية التدخل الأمريكي الآن لمقاتلة تنظيم الدولة على الأرض في سوريا هو ما قد يدفع بحزب الله إلى الانسحاب من سوريا؟ بالتأكيد ذلك، وأعتقد أن دخول الولايات المتحدة الآن لديها مبرر واضح، خاصة عندما نرى هناك في مجلس الأمن الصين أو روسيا كانت تعارض دخول الولايات المتحدة، ولكن الآن تحت مسمى الإرهاب الولايات المتحدة تستطيع الدخول في المعركة السورية، وهذا سيؤثر بشكل جانبي على باقي الجبهات وخاصة بضرر بشار الأسد وحزب الله، لأن حزب الله لا يستطيع يقاوم بدون تغطية جوية من قبل قوات بشار الأسد، ومن هذا المنطلق خاصة أن هناك يعني حراك جدا قوي على الأرض من قبل المعارضة السورية، وهناك كما جاء في تقريركم تكبدت خسائر جدا كبيرة. من هذا المنطلق أنا أعتقد أن حزب الله سيضطر للخروج من سوريا، وهذه ستكون نتيجة حتمية لحزب الله. وأعتقد أن الحرس الثوري الإيراني وسع جبهته بكل المناطق، وسع في العراق، في سوريا، وخاصة في اليمن. هناك حراك جدا قوي للحرس الثوري في اليمن، وأراد أن يدخلوا العاصمة اليمنية صنعاء حتى يضغطوا على مثلا المملكة العربية السعودية أو دول أخرى، ولكن هم عرفوا، يعني سرعان عرفوا هذه القضية بأن دخول الحوثيين إلى صنعاء تعتبر حركة إرهابية، وفي النهاية من حيث الاستراتيجيات ستكون بضررهم، وهم أمروا من طهران. يعني الحوثيين كان لديهم نية جدا قوية لدخول صنعاء في اليمن، ولكن أمرهم من طهران أن يتوقفوا على حدود العاصمة اليمنية. أعتقد أن الآن ولي الفقيه هو في ورطة جدا كبيرة، وعلى كل يعني ذيوله من حزب الله وغير حزب الله أن يتراجعوا في سياساتهم. نعم أستاذ عصفور، يعني إذا كان هذا الحكي صحيح، خاصة أنه تم الحديث سابقا عدة مرات عن هكذا معلومات، هل من الممكن أن تتغير موازين القوى على الأرض بالنسبة لكتائب الثوار؟ Yeah.
انسحاب حزب الله، دخول القوات الأمريكية بداية بالقصف الجوي، وربما مع أن هذا الموضوع مستبعد في إدارة الرئيس أوباما أن يسمح بدخول خبراء عسكريين أو مستشارين بمساعدة دول أخرى إلى الأراضي السورية، كل هذه العناصر بالتأكيد تقوي الثورة، تقوي الجيش الحر الذي هو كما تفضل أيضا زميلي حقق انتصارات على الأرض خلال الأيام والأسابيع الماضية، ومنيت القوات السورية بخسائر كبيرة، قوات النظام السوري بخسائر كبيرة، لدرجة أنه المطالبة بتغيير وزير الدفاع الذي سيضحي به أو لا غير مستبعد أن يضحي به النظام ليبقى كما هي العادة، يضحي بأي شيء، بالأسلحة الكيماوية، بكل شيء ممكن ليبقى جالسا على كراسي الحكم. حقيقة كل هذه المسائل والضغوط السياسية ودخول أو بالأحرى جلوس قطر والمملكة العربية السعودية في اجتماع واحد معا في جدة لبحث هذا الموضوع، هذا أيضا يؤكد أن هناك نية كبيرة للتعامل مع الملف السوري بجهد منظم أكثر من ذي قبل، ولجهة طبعا إفهام هذا النظام أنه لابد من الاعتراف بالمقاومة الخارجية وبالجيش الحر السوري الحر والجلوس معهم لتقرير مصير سوريا المستقبلي. أنا أعتقد أن المستقبل من الآن فصاعدا، رغم كل التشكيك، رغم كل ما يتوهم النظام السوري أو يوهم نفسه من أنه في وضع أفضل من ذي قبل وأنه في محاولة استدراج الولايات المتحدة أو قبول دخولها على الأجواء السورية يكتسب شرعية بأنها تتعامل معه والعالم يتعامل معه، أعتقد بأنه المستقبل ليس لصالح هذا النظام وغير مريح بالنسبة إليه، أو على الأقل ليس وضعه السياسي والعسكري بأفضل من وضع المقاومة. نعدنا إلى مرحلة التوازن وإلى مرحلة ضرورة البحث عن حل بموازاة وبتكافؤ ما بين النظام والمعارضة، وليس بكفة راجحة للنظام على المعارضة أو أولوية له بالتعامل بأي شكل من الأشكال. نعم أستاذ مصطفى، تم الحديث أيضا عن أنه بعد أن تتم عملية الانسحاب التدريجي لحزب الله سيكون هناك لقاء بين نصر الله وسعد الحريري، إلى أي درجة ممكن أن يجري هذا الموضوع؟ وهي أيضا قضية لا أعتقد أنها يعني ستجد توقيتها إلى السنة القادمة أو المرة.
نعم أستاذ هاشميان، يعني مثل ما جرى بالعراق بتخلي إيران عن المالكي، هل من الممكن أن نرى إيران الآن تتخلى عن الأسد مقابل المساومة على موقع لها ما؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن النظام الإيراني يتمسك إلى آخر حده في موضوع بشار الأسد وبغاء بشار الأسد، ولكن الواقع الآن في سوريا يفرض شيء آخر على النظام الإيراني، وأعتقد أن النظام الإيراني مضطر إلى تغيير بعض سياساته واستراتيجياته. هناك خلاف موجود الآن في داخل إيران حول هذه القضايا. حسن روحاني يريد التخلص من أعباء الأزمة السورية، وحسن روحاني هو شخص واقعي يعرف الحقائق جيدا داخل سوريا، ويعرف أن بشار الأسد لا يمكن أنه يستطيع في هذه الحرب ضد شعبه. وبشار الأسد إذا مثلا حصل على بعض النقاط في الآونة الأخيرة، هذه كانت مرحلة عابرة، والآن كل شيء يأتي بشكل عكس. ولكن أعتقد أن ولي الفقيه ينظر بشكل آخر. عندما بشار الأسد تقدم في موضوع بعض الجبهات مثلا الغلمون أو مكانات أخرى، ولي الفقيه في إيران تشدد في موضوع الملف النووي تجاه الدول الغربية، ولكن الآن عندما بشار الأسد يتراجع عليها أنه يتراجع. أعتقد هناك علاقة واضحة بين الملف النووي الإيراني وبين بشار الأسد، ولكن كل الأمور لا تسير باللعبة الإيرانية واللعبة اللي يريدها ولي الفقيه. هناك متغيرات أساسية، وهناك واقع جديد في العراق، في يمن، في لبنان، في سوريا، وفي مكانات أخرى، وخاصة الواقع في داخل إيران. الواقع في داخل إيران هو يضغط على الرئيس حسن روحاني للتغيير، ومن هذا المنطلق يضغط على الولي الفقيه للتغيير. وأعتقد أن لا يمكن لعلي خامنئي أن يستمر في هذه السياسة الخاطئة الغير مقبولة أطلاقا من قبل الشعب الإيراني. شكرا حسن هاشميان، محلل سياسي مختص بالشأن الإيراني من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية، ومن بيروت مصطفى علوش عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، ومن عمان مجيد عصفور صحفي. نذهب مشاهدينا إلى فاصل ونعود، أرجو أن تبقوا معنا.